والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء في مسند أحمد رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا مني ما أقول لكم، احفظوا مني ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك علام الغيوب. أولاً، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة، وكان كل اهتمامهم في الدنيا، فليكن أنت اهتمامك بهذه الكلمات، ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات على الدين، على الإسلام، على الطاعة، على الصلاة، على فرائض الدين. الأمر هو الإسلام بشكل عام. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد. العزيمة أن يكون عندك همة وقوة في تنفيذ ما أمرك الله به وفي اجتناب ما نهاك الله عنه، لأن الرشد يجمعه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هو كل خير واجتناب كل شر، أو كل ما يوصلك إلى الجنة ويجنبك النار، هذا هو طريق الرشد والعزيمة على الرشد. وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك. شكر النعمة في حد ذاته نعمة، شكر النعمة في حد ذاته نعمة. لماذا؟ لأن الشكر قرين الزيادة، قرين الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت عندما تشكر هو نعمة من الله، أن الله وفقك لشكره، لأنه سيزيدك أو سيزيدك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك. العبادة لا تؤدى على أي حال، يجب أن تكون حسنة. ولذلك قال معاذ، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأن يوفقك الله إلى حسن العبادة، إلى أداء الصلاة بأوقاتها بخشوع وخضوع وحضور قلب، هذه أيضا نعمة من الله عز وجل. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، من النفاق، من الغش، من الحسد، من الحقد، من الكراهية، من الكبر، من الجهل، من الغرور. وأسألك قلبا سليما،
اسأل من الله أن يصلح فساد قلبك، ولساناً صادقاً، لساناً صادقاً لا يقول إلا الحق، لا يقول إلا الخير. وأسألك من خير ما تعلم. لماذا وأسألك من خير ما تعلم؟ لأن الله هو الذي يعلم الخير، فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فأنت لا تقول قل أسألك من خير ما تعلم، لأن الله هو يعلم أين الخير لك. وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. أستغفرك لما تعلم. الذنوب يعلمها الله، الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأنت تستغفر الله عز وجل من كل الذنوب التي يعلم بها، مع أن الناس قد لا يعلمون بها وأنت قد تنساها. وأستغفرك لما تعلم، فإنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. إذن ينبغي علينا أن نتمسك بهذا الدعاء العظيم الذي فيه كلمات عظيمة. وأيضاً لا ننسى أننا ذكرنا أن الدعاء هو يجب أن تشعر بمعنى الدعاء في قلبك، ثم يجب أن تتحرك في حياتك وفقاً لهذا، للأدعية التي تدعو بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.